مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم أنا مبسوط أكون معكم بحلقة استثنائية عن موضوع الماسكس. بالعربي بسموها كمامة، بس أنا سمعت في أحد العرب الفصحاء يعني بيحكي إنه اسمها كمامة بالكسر لأنها من فعالة. على كل حال يعني هذا شيء راجع لكم أن تعرفوا الاسم الصحيح باللغة العربية، وهو الكمامة وليس الكمامة، لكن درجت عليها كلمة كمامة، فسنبقى على ذلك إلى أن يخلق الله شيئا آخر. في شغلة مهمة يعني في موضوع الماسكس بدنا نركز عليها اليوم، إنه مدينة أوتوا أعلنت رسميا إنه لبس الماسك أي نوع ماسك بس إجباري في جميع الأماكن العامة والمغلقة، ستكون إجباريا. وللعلم إنه أتوقع مدينة مونتريال الكندية أعلنت في يوم 27، بس أتأكد لكم التاريخ، نعم 27 تموز يوليو سيكون إجباري يعني لبس الأقنعة في جميع الأماكن العامة والمغلقة في مدينة مونتريال. في سؤال عم بيسألوه ناس، وأنا عارف في ناس كتير عقلها صار مشتت الآن. في ناس بقول لك لا، الماسك هذا ما بينفع، كيف وزارة أو منظمة الصحة العالمية في بداية حكيها كانت تحكي إنه الماسكات هاي ما منها فائدة، ما بصير حدا يلبسها. طبعا أنا من الناس اللي كنت، ولا بداش أحكي رأيي، خلص المهم نحكي بالرأي العام. المنظمة الصحة العالمية فعلا في بداية الإرشادات اللي كانت تعطيها إنه الناس ما كانوا لازم يلبسوا الماسك، لأنه الماسك هو بيحمي فقط أو بمنع المريض إنه يخرج العطاس وبالتالي الفيروس، وبالتالي هو يساعد المريض على وقاية الآخرين وليس العكس. لكن طبعا بس فاهمكم منظمة الصحة العالمية كيف تشتغل. منظمة الصحة العالمية أو الـ WHO تشتغل على نظام الأبحاث، يعني في عندها أبحاث، في عندها علماء بيقدموا بعض الإرشادات، وبالتالي هي بتبني على هاي الأبحاث شيء بسموه based medicine، science based medicine، يعني إشي مبني على علم. وبالتالي إذا ما كان في بحث يبين إنه الماسك لبسه يفيد، لن تقول وزارة الصحة إنه يفيد، وهذا راجع للشخص نفسه. أوكي، المشكلة إنه الآن في توجه كبير، في ناس، في حتى يعني امبارح سمعت إنه في الكونغرس الأمريكي كانوا بيستمعوا لهم، ناس بقول لك انه مش لازم البس انا ماسك، انت بتمنع حريتي، بتمنع تنفسي، بتمنع هذا الشيء. يعني انا ما بعرف، مش هدخل في الديبيت تبعه، واللي بده يلبس الماسك يكمل الحلقه، واللي ما بده يلبس الماسك هذا شيء راجع له. لكن الان حسب القانون في غرامه ماليه للي ما بلبس الماسك في الاماكن العامه. بالصين وعدة دول في غرامة كبيرة، في حتى دول الخليج أتوقع عندهم غرامة كبيرة على عدم لبس الماسك. خلينا نحكي عن أنواع الماسك بشكل سريع. هذا اللي كلكم بتسمعوا عنه اللي هو N95 اللي طريقته هيك شكله غريبة، شايفينها N95. هذا في منه نوعين، في منه باللبس، في بكون جوا قدامه ريسبيراتور اللي هو تبع تنفس، وفي منه بدون. لبسه بكل سهولة، بتلبسه بالطريقة هاي، بتحطه هيك، اللي تحت بتضلها تحت، واللي فوق بتحطها وراء دينيك بهاي الطريقة، واضح وسهل. شلح أي كمامة، مهم جدا يا جماعة، شلح أي كمامة هو مش لبسها، لأنه أنت لما بتلبسها بتكون نظيفة منه ما في مشكلة، بس شلحها. يعني أنا بشوف ناس بيطلعوا على حتى على التلفزيون بتلاقيه شو بروح بسوي، مسكها هيك بنزلها وبكمل حكي، يعني انه عادي، يعني حتى بكون بوزارة الصحة او يعني هذا اشي مخيف. شلح الكمامة بكل سهولة، بتمسك اللي تحت بتنزلها هيك، واضحة طريقة، واللي فوق هيك، وهي الكمامة راحت على زبالة دايركت.
شلحها مهم جدا. حكينا على الـ N95 وكلكم سمعتوا عنها وبتعرفوا شو الـ N95 أكثر مني وشو معنى N95، بس عشان تكون واضحة طريقة شلح الكمامة لأنه هاي الشغلة مهمة. في سؤال امبارح فتح المسبح استغربت، بيصير بالمصالح كتير عدوى، شو شيء غريب بالمسابح؟ بيصير بالمسابح عدوى، اكيد بيصير عدوات، لكن يعني العدوى في المسابح مش كتيرة لانه التنفس يعني في الحمام ممكن في الدشات هاي، بس في المسبح نفسه مش كتير. النوع الثاني اللي بسموه ميديكال ماسك، معلش السكرين هذا، الميديكال ماسك هاي في منها لونين، اوكي، اللي بيقول لك مريض بلبس الاخضر برا واللي مش مريض بلبس هذا منه ما في حكي. اللون الاول بتكون يا اخضر يا ازرق بتكون للخارج، واللي بيضاء بتكون للداخل. ستوب، ليش؟ البيضاء عليها طبقه هون عازله زي جيلاتين او شفافه هيك، بتقلل من امتصاص اللعاب او الرطوبه في الماسك، بس هذا كل الهدف. لبسها بكل سهوله، تلبس بهاي الطريقه ما دامك انت لابسها جديد، بتنزلها كويس وبتضغط. طبعا احنا هناك ما حكينا في برضه حديده هون بتضبطها على انفك بحيث انه تحاول انك تسكر قدر المستطاع، وبالتالي هذه الكمامه زي ما انتم شايفينها. الان شلح الكمامه هاي بنفس الطريقه، اياك ثم اياك ثم اياك تعمل لي هاي الحركه، تعمل لي هاي الحركه، هاي الحركه مدمره. يعني هاي انت ماسك الفيروسات وبتحطها على ايدك، هون الهدف. يعني هذه المشكله الكبرى، اوكي، تلاقي وزير صحه، انا شفت وزراء صحه بنزلها. يعني طيب النقطه الثالثه، الكمامة هاي خاصة السيدات اللي بيلبسوا حجاب، أوكي، أو في ناس كتير اللي بيلبسوها مدة طويلة بيصير تأثير على دانهم من هنا. فأنا شفت طريقة حلوة، بيجيبوا زي قطعة قماش بحطوا فيها زرين من الورا وبشبكوها بالأزرار هاي بالطريقة هاي، فما بتأثر على اللان. ممكن تستخدموها. طبعا يمكن في ناس منكم شافت هذه الكمامة اللي هي بسموها السيرجيكال ماسك، برضو نفس النوع بس هاي الربط ربط، يعني أصعب شوي، ما بتأثر على الدينين. في ماسك اللي هي القماش، في نوع قماش، في نوع ناس بتسويها في البيت هنحكي عنها. هذه الكمامة اللي هي قماشية، يعني مش ميديكال ماسك. عادة الميديكال ماسك لازم تكون ثلاث طبقات، هذه معمولة بهاي الطريقة، ما في هون حديدة، وزي ما انتم شايفين بس يعني بتحمي شوية، بس اللهم ما في حديدة هون، وطبعا طبقة واحدة. طريقة الشلح نفس الشيء، هاي ممكن إعادة غسلها، وهاي اللي مطلوب أتليست انك تلبسها. طيب أحكي لكم الآن عن مشكلة عم بقوموا فيها. يعني أنا شفت يسعد أوقاتكم جميعاً. أيوة، هذه نقطة مهمة جداً. أنا شفت امبارح صدمة من أحد وزارات الصحة العربية عاملة فيديو، يعني صراحةً اللي عمل authorization لهذا الفيديو لازم يحاسب قانونيا. طالع بالفيديو انه ما تلبسوا الماسك لمدة طويلة، وانه بصير عندكم نقص في الاكسجين، والاكسجين بسبب تلوث في الدم والخلايا بتموت، وعامل هيك درس بيولوجي. جماعة ما في منه الحكي، الاطباء اللي بيعملوا عمليات جراحية بيلبسوا هذا الماسك 13-14 ساعة. يعني اوكي هو مش سهل ولبسه، بس ما بتنخنق، ما بتموت من لبس الماسك، ما حدا، ما عمره حدا مات من لبس الماسك. الأطباء الأولاد اللي الله يبعد عنا وعنكم بيصير معهم لوكيميا وأمراض سرطان، بيكونوا في المستشفى 24 ساعة لابسين الماسك.
ما حد منهم مات انخنق. فما بعرف كيف واحد في وزارة صحة بيطلع بقول لك الماسك لبسه لمدة طويلة بخنق وبنقص الأكسجين. أنا مش عم بقول لك تلبسه 24 ساعة، مش عم بقول لك تلبسه في البيت، تلبسه في السيارة، أنت أوكي في السيارة وفي البيت، بس لما تكون أنت موجود في مكان عام لا تستهزئ بأنك تلبس الماسك. ما في حدا مات ولا واحد انخنق ولا واحد صار معه نقص أكسجين من موضوع الماسك. أنا هعطيكم شوية أفكار للماسك طبعاً، بس يعني هذا الموضوع جداً الآن عم بنحكى وعم بيحكوا ناس كتير عنه، يعني ما في منه علمية نهائياً إنه واحد انخنق من ماسك. طول عمره الأطباء بيعملوا عمليات بالماسك الجراحي، بعده 8 ساعات و10 ساعات لابسين الماسك ما بيشيلوه عن وجههم، يعني أنت يمكن ها تقدر تتنفس شوي. أولاد صغار زي ما حكيت عندهم أمراض بيكونوا وما عندهم أي مشاكل. هتركوا مع هذا الفيديو شوية تحضروه، بيحكي عن الفابريك ماسك أو الماسك المعمولة بالبيت المنزلية، شو لازم ننتبه لها. سوري يا جماعة أنا نسيت أحط الفيديو هذا مهم، هنحضره مع بعض. اوكي هير يو جو. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth. أول نقطتين نقطتين مهمات جدا، اللي هي النقطة الأولى بتحكي إنه اغسل إيديك قبل ما تلبس الماسك واغسل إيديك بعد ما تنتهي من شلح الماسك. هدول النقطة مهمة جدا جدا. هو الموضوع في الماسك يا جماعة هو بيجمع الفيروسات صح والبكتيريا اللي حواليك، بس انت لما تشيلها بالطريقة الصحيحة وتزدها في المكان الصحيح وتغسل ايديك you're okay. فما تقلق كتير. الماسك لازم يكون فيه نظيف ويكون مش ممزع، يعني مش مثقوب او في اي مشاكل. And chin. Adjust the mask to your face. زي ما شفتوا في الحركة الأولى إنه اوعى تنزله تحت أنفك، يعني هذا لا حياة لمن، لكنك مش لابس ماسك، يعني الناس بتلبسه بطريقة هيك بتلاقيه حاطه تحت منخاره أكنه بحلف عليه، يعني it's طريقة ممنوعة. Leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing. وهي اللي حكيناها، ما تضلك تلمس الماسك. Change your mask once it gets dirty or wet. هاي مهمة جدا. في ناس بيسألوا قديش فترة صلاحية الماسك. الماسك ممكن ينلبس عادة 4 إلى 8 ساعات عادة، لكن إذا صار جوا مية كتير لازم ينشال وينكب. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears with. زي ما حكينا ما تلمس الماسك نفسه لما تشيلها، لازم تلمس بس الستربس اللي موجود. Out touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after. في شغلة مهمة، الماسك هذا اللي احنا حكينا عنه اللي هو multiple use، أكثر من مرة بتستخدمه، مش معناها تستخدمه أسبوع ومش بلوزة تضلك تلبسه وتشيله. كل مرة بتغسل بتلبس واحد لازم تغسله وبعدين تلبس تنشفه وتلبسه مرة تانية. فمش معناه انه هو مالتيبل يوز، يعني تقدر تستخدمه اكثر مرة، اللي هو الكمامة القماشية، مش معناه انك تلبسها اسبوع تحطها بالسيارة تظلها معلقة زي في بعض الناس، هذا ما بينفع. Taking off any mask. غسل اليدين مهم جدا جدا. Fabric mask. Store it in a clean, resealable bag.
هذا موضوع مهم. ما تحط الماسك في جيبتك او على الكاونتر، لازم تنحط في كيس نظيف وتضلها نظيفة الى ان تستخدمها. بعد ما تستخدمها بترجعها في الكيس، بتروح على البيت تغسلها وبتقدر تنشفها وتغسلها وتستخدمها مرة تانية. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. زي ما انتم شايفين بقول لك مرة باليوم على الأقل لازم تغسل الماسك اللي بنغسل. هذه الماسكات الـ N95 والسيرجيكال مرة واحدة ما بتنغسل. الشغل المهم اللي بيحكوا فيها هون إنه المي والصابون، يعني غسلها بالمي والصابون قد يكون كافي لتطهيرها، والمي السخن إذا بكون أحسن. Make sure you have your own mask and do not share it with others. طبعاً هاي المشكلة، هاي تلبس نص الماسك لأولادك ولمرتك ولإلك، كل واحد له ماسك معين. إذا أنت بتستخدم الريوزابل ماسك اللي هو ممكن تستخدمها أكثر من مرة، لازم ينكتب عليها حرف أو اسم على ال... When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. طبعا يعني هاي اهم الامور اللي بدنا نحكي عنها اليوم، بدنا اذكركم سريعا فيها. غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية اقل شيء لما تخرج، لما تعمل اي تاتش لاي شغلة. الشغلة الثانية السوشيال ديستانس 6 فيت او 2 مترين. الشغلة الثالثة طبعا انك تبتعد عن الناس اللي مرضى او اذا انت مريض، وتكون منتبه لهاي الشغلات. هاي الشغلات المهمة اللي بدنا نحكي عنها عن الماسك. يعني الماسك صار إجباري في كثير من المدن، ما بعرف في تورونتو إمتى حيصير، لكن أتوقع إنه معظم دول العالم راح تسوي هذا الشيء، فلازم نعرف كيف نستخدم الماسك أو الكمامة. الآن في كان سؤال بدها أفكار نسوي كمامة في البيت. أول فكرة اللي هي سويناها من المحارم العادية. هاي الحلو فيها إنه ما يعني بتقول اوكي انا سويتها بزتها بس استخدمها. سهل جدا، المحارم اللي تبعت المطبخ بتطعجها زي طريقه اللي هي المروحه الصينيه هاي، وبتحط لها مغاط من هون ومغاط من هون، وبنفس الطريقه تربطها بهاي الطريقه. الأستاذ محمد تميمي بيحكي شغلة مهمة جدا. أوكي، الـ N95 أنا ما ركزت على الـ N95 عشان هي أكثر شيء تستخدم من قبل الأطباء والطاقم الطبي الممرضين، عشان هيك ما حكيت عنها. مش كل N95 بتنفع لأي واحد. الـ N95 يا جماعة إلها شغلة اسمها فيت تيست. فيت تيست بحطوك بغرفة وبعطوك بحطوا لك الكمامه وبرشوا حواليك زي عطر. اذا شميت هذا العطر فمعناها انه بتنفذ الـ N95، فمعناها هذا الحجم لا يناسبك، بعطوك واحده ثانيه. لما تعرف الحجم المناسب، وعاده الاطباء والممرضين بيكونوا عاملينها هاي الفيت تيست، لما يعرف الحجم المناسب خلص بصير ياخذها من النيرس او بياخذها من المكان اللي موجوده فيه. فالـ N95 انا بشوف ناس بروح بيشتروا N95، في منهم هلا عم بنزل يعني نص N95، هيك تلاقيها جاي على حجم أكبر فبتغطي أكبر. You can use it، بس أنا بقول لك الكمامة العادية بكفي. هلأ في سؤال مهم جدا بسألوا لك، شو نسبة إنه الكمامة تقينا؟ طب ما إحنا بدون كمامة عادي نفس الإشي. يا جماعة لو الكمامة بتقيق 1%، فأنت واجب عليك إنسانيا وشرعيا ودينيا إنك تحمي نفسك وتحمي أبنائك من هذا الفيروس بهذه الكمامة لو 1%. فالأخذ بالأسباب مهم، ما تتساهل ما تتساهل. حكينا هاي الطريقة سهلة جدا عمل الكمامة. في طريقة جدا سهلة اللي هي سواها رجل في أمريكا، من I think general، قطعة قماش عادية بنحط فيها مغاطة عادية
وبنتنيها ومن كلا الجانبين وبعدين بنحطها على الوجه وبهاي الطريقة. هاي تقريبا يعني كمامة برضو منزلية سهلة، ما بدها خياطة، ما بدها أي شيء، بكل سهولة ممكن تسووها. النوع الثالث اللي هو أنا اخترعته أو استنتجته، جبت نظارة عادية، نظارة عادية شمسية من البلاستيك وريفر، شلت العدسات هون، خليت العدسات، عملت أكثر من واحدة، وجبت ورق التجليد، ورق التجليد العادي، وجبت تو كليبس ممكن تلزقها بلزقها، ممكن كليبس، أنا كليبس عشان أغير الهاي، وبكل سهولة بتصير عندك فيس شيلد. فيس شيلد هذه نوع آخر من الكمامة أو الكمامة اللي هم الفيس شيلد، بتشوفوهم كتير ناس عم بلبسوهم، بنباعوا بأسعار غالية. هاي ممكن تسوي الفيس شيلد تبعك بكل سهولة. طيب طورنا هذا الفيس شيلد، شايفينه هذا اللي هو قطعة الورق العادي، طورناه بطريقة سهلة جدا. زجاجة الكوكا كولا الكبيرة اللي هي لترين، أوكي، شلنا الورق اللي عليها وقصناها من النصف، خاصة عند ما هو لاصق الورق هذا، أوكي، وقسمناها من تحت ومن الأعلى، فطلع عنا شيء مثل هذا، أوكي، ولصقت هون عليها إسفنجة، شايفينها إسفنجة، ومن هنا ومن هنا خزقتها ثقبين وعملت فيها مطاطة وعملت أحلى فيس شيلد بأقل التكاليف التذكر، أوكي. هذا هو الفيس شيلد اللي أنا بستخدمه يوميا تقريبا، ما بكلفني إشي، سوري، أوكي، هيك يمكن واضح، ما بكلفني إشي واستخدامه سهل. باي ذا واي يمكن تسألوني من وين هذا شو اسمه، هذا سفنج عادي أنا جبته من السفنج الطبيعي اللي بنستخدمه في المجلى، وقصقصته ولصقته وانتهى الموضوع. ممكن تستخدمه فيه، بنباع ب عدة أماكن زي اللي بحطوه عند الأبواب، زي بيحمي من الهواء. فهاي عندك صار نوعين، هاي الثالث، هاي الرابع، هدول اللي ممكن تسويهم في البيت. وزي ما حكينا في أربع أنواع ممكن تشتريها، النوع هذا والنوع هذا والنوع هذا والنوع هذا، صار عندك 8 أنواع ماسكات، 4 ممكن تسويها في البيت بكل سهولة و4 ممكن تستخدمها. إذا عندكم شوية أسئلة بنجاوبها، لكن بشكل عام المهم في موضوع الكمامة هو عدم لمس الكمامة من الخارج بأي سبب كان، عدم إزالة الكمامة. الناس مش فاهمة لسه أهمية الكمامة، يعني يا جماعة هو الهم الوحيد إنك تيجي وتجيب الفيروس معك. المشكلة إنه هذا الفيروس وجدوا فيه ناس أعداد كتيرة، مش بس هذا الفيروس، بنحكي بشكل عام، ناس بتحمل للأمراض بتكون ما عليها الأعراض أو هي مش عارفة، يعني مش السبب إنه بده. وفي ناس طبعا بهتانا بتلاقيه طالع، أنا بعرف ناس طلعت وهي معها كورونا من بيوتها، يعني هاي المشكلة. فأقول لك أنا بطالع بس أجيب تيم هورتون وراجع، يعني مش بعيد، يعني رايح أجيب فنجان قهوة، فهمتي؟ فالمشكلة إنك أنت ممكن تكون حواليه وأنت مش عارف، ممكن إنك تقترب من المكان اللي موجود فيه. في بعض العلماء أو بعض الدراسات وجدت إنه هذا الفيروس ممكن 15 دقيقة يضل في الهواء، فأنت مش عارف مين اللي مشى قبلك. فموضوع الكمامة يعني يعني الآن بدأت الدول والمدن والمقاطعات تفهم قديش هو مهم. في البداية ما كان عليه تركيز، الآن صار إجباري، وأتوقع في مخالفة إذا ما بتلبسه. طبعا في واحد كاتب زي كلمة حلوة كتير عجبتني، ليش أنا بلبس الكمامة؟ أول شيء احتراما للإنسانية اللي حوالي، لأنه أنا ما بدي أكون معاي المرض وأنا مش عارف وأنشره للناس التانيين. نوع من أنواع التعاطف مع الآخرين، خاصة الناس اللي عندهم الأطفال اللي عندهم كانسر، الناس اللي عندهم كانسر، الناس اللي كبار بالسن، لأنه بيكونوا عندهم جهاز المناعة ضعيف. وطبعا لحماية المجتمع،
الآن لازم نبدأ نفهم إنه المجتمع يا جماعة ليس أنا لوحدي ولا أنت لوحدك، بل نحن جميعا. اللي صار في الصين وكلنا ما اهتمينا فيه وضربنا بأوكي 10 مرضى 100 مريض عادي عم بصير عندهم مرض، شو أسوي لهم؟ الآن انتشر عنا فعرفنا إحنا صرنا عالم صغير يا جماعة. العالم الصغير هذا لازم يفهم إنه لن نستطيع إنه نقاوم أي مرض. الآن الإيبولا لما صارت بأفريقيا قلة من الناس اهتموا للموضوع، وأنا ولا أنت ولا أحد حكى عن الموضوع. ليش؟ لأنه وين؟ في أفريقيا بعيد عني، بس لو وصل عنا بصير المشكلة. الآن العالم صار قرية صغيرة، اللي ممكن يصير في أي مكان ممكن يوصلنا، فلازم ننتبه. هذا الإبيديميك حلمنا كتير كتير كتير. يعني في شغلة مهمة بدي أركز عليها، المستشار إلي شنتيري حطها في أحد البوستات تبعته. أنا عملت سكرين شوت لهذا البوست اللي هو مهم جدا. الناس اللي للأسف بكل ماش نحكي كلام يعني، المهم للأسف بكل سوء ولا وعدم مبالاة بكون الآن لابس الكفوف داخل على الشوبينج مول، بجر العرباية بطلب الأغراض اللي بده إياها، بس يطلع من الشوبينج مول بشلح الكفوف وبزتها على الأرض. هذه قمة اللامبالاة، يعني قمة المأساة. أنت بتجمع الفيروسات على هذه الجلوفز، وأنا ضد لبس الجلوفز طبعاً في خلال هذا الفيروس، لأنه الفيروس هذا ما بضل على الجلوفز أكثر ما بضل على اليدين. إذا بضل على اليدين 10 دقائق على الجلوفز ممكن يضل 12 و13 ساعة. فلبس الجلوفز هو بلاستيك، إذا لبس الجلوفز هذا ما حد بيغسل الجلوفز، عادة بيشلحه فبروح بزته فبضل عليه الفيروسات. الآن سيتي أوف أوتوا حطت غرامة $365 على اللي بزت الجلوفز على الأرض، ما بحطها بسلة الزبالة. زي ما حكى السيتي أوف أوتوا، don't expect some else to pick your waste. ما تفكر واحد جاي بده يلملم زبالتك، لم زبالتك ولم الوسخ اللي بتزته وحطه في المكان الصح عشان ما تتخالف. فعلا الناس لازم يصير مش 365، لازم يصير $10,000 عشان لما يتعلم ما بيصير يسوي الغلط. مش غلط انه نحط قوانين صارمة عشان نمنع أي مشاكل. عجبتني هاي الجملة، be part of the solution، كن جزء من الحل ولا تكن جزء من المشكلة. يعني هذه أعتقد من الشغلات اللي لازم ننتبه لها. أتوقع أنه كل المدن راح تسوي هذا الشيء، لأنه للأسف صارت ظاهرة. بتروح على الباركينج لوت تبع أحد المولات تلاقي مليون غلاف وماسك وما أنزل اللهم بهم من سلطان، ما بتعرف شو تسوي يعني. فأتوقع أنه أنا بشكل عام أوجزت في موضوع الماسك. زي ما حكينا من امبارح الماسك صار إجباري في مدينة أوتوا، قريباً 27/7 حيصير إجباري في مدينة مونتريال. أتوقع أنه كثير من المدن الكندية ستلحق بهذا الموضوع. لازم ننتبه، لازم نهتم. الماسكات كتيرة وممكن تسويها في البيت، ما في عندك حجة الآن. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نراكم قريبا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. The world is searching for change. An alternative to toxic consumerism and a solution to growing landfills. Because it's a habit to buy new while the old is forgotten. Well, change is here. Change is sharing what we own with others. Change is Rockefi. طبعا بس حاب اذكركم بالنهايه في الحلقات اللي حتصير تكون اليوم الساعه 7 ان شاء الله حنكون حلقه عن انترنت الاشياء، انترنت الاشياء اللي هو IoT، والساعة 9 إن شاء الله حتكون حلقة استثنائية مع صبايا وأخوة من الجالية المصرية للاحتفال معهم والسماع منهم عن الشهر
الثقافة المصرية في مقاطعة أنتاريو. خليكم إن شاء الله قريبا على كنار تي في، وإن شاء الله نراكم قريبا.